أنا من الحاجات المهمة جدا كان في إنه في الهدف بتاع الأرجنتين في مباراة امبارح أمام المنتخب الفرنسي، أحد أهداف المنتخب الأرجنتيني اللي هو الجول الثالث تحديدا، اتقال إن في 2 لعيبة دخلوا يحتفلوا مع الهدف الثالث للأرجنتين قبل ما ضربة الجزاء تتلعب، وناس قالوا ده حسب صحيفة الإكيب الفرنسية يعني إنه الهدف كده غير شرعي. هي الصورة أمام حضراتكم، ضربة الجزاء وفي 2 لعيبة داخلين مع ضربة الجزاء قبل ما تخش الشبكة بيحتفلوا. لا ده الجون اللي جابه ميسي، ده الجول اللي جابه ميسي، ده مش ضربة الجزاء، ده الجول الأخير كان في الوقت الإضافي، الوقت الإضافي، واللعيبة شايفة الكرة وهي داخلة جون، هم بيجروا جوه الملعب قبل ما الكرة تدخل الشبكة، والصورة واضحة أكتر أهي أمام حضراتكم. طيب هل هدف شرعي ولا مش شرعي؟ نسأل، وإن كنت أنا عارف الإجابة، بس طبعًا 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 ناخدها من الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة، أحسن ما أقول أنا ويطلع فتي ولا حاجة فيبقى شكلي وحش. كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا. أخبار حضرتك إيه؟ والله الحمد لله فضل ونعمة. النهارده اللقطة دي أثارت جدلًا كبيرًا، وصحافة فرنسية تحدثت عنها إنه الهدف غير شرعي، هدف ميسي الثالث اللي جه في الوقت الاضافي، وكان في لعيبه من الارجنتين داخلين يحتفلوا جوه ارض الملعب قبل ما الكوره تدخل الشبكه. هل الهدف هنا شرعي ولا هدف مش شرعي؟ بص يا كريم، ما دام اللي ده اسمه عنصر خارجي او عبودلاء مسميين، ما دام ما فيش تاثير على اللعب اللي موجود وبالتالي كانهم مش موجودين تماما، ده فيش تاثير تماما على اللعب، على اللعب النشط اللي موجود، وبالتالي كما لو كانوا مش موجودين تماما، وبالتالي ما فيش اي تاثير على الهدف، ما فيش اي تاثير على قانونيه الهدف، والهدف صحيح وقانوني، ما فيش مشكله خالص. الله عليك يا كابتن جاد، والله كنت اقول كده بس يعني قلت خفت افتي ولا حاجه. لا هو لا انت بس انا كنت هقول كده، ما شاء الله عليك تقول احسن مني. لا العفو، يعني انا كنت هقول كده عشان متعلمها منك. اعتبروا او بدلاء مسميين كده كده مش مؤثرين على الهدف، وبالتالي مفيش اي تاثير من اي نوع. زي القصه دي يا كريم بالظبط، ان نقول للناس بمنتهى البساطه، لو في كره تانية لو في كره تانية في الملعب والكره ديت في مكان بعيد خالص عن الكره الاساسيه وغير مؤثره على اللعب، الحكم مش هيوقف اللعب وهيستمر اللعب الا ان تخرج الكره دي في اي وقت من الاوقات، وبالتالي الكره دي مش مؤثره على قانونيه اللعب اللي موجود او قانونيه جون، لو تم تسجيل جون وفي كره تانية في الملعب مش مؤثره، وبالتالي مفيش بقى اي تاثير على اللعب وعلى قانونيه اللعب. طيب كابتن جهاد، انت رايك ايه في التحكيم بشكل عام في المباراه النهائيه، كنت شايفه ازاي؟ بص، مارسينيانكا عمل تجربه جميله جدا في الماتش، يعني انا ما اختلفتش معاه في اللقطتين اتنين، بس كان فيهم اتاحه فرصه كانت وجوبيه، حسب فيهم فاولين وادى انذار، وكان الفاولين دولت ممكن الانذار يتاخر شويه ويعمل فيه اتاحه فرصه ايجابيه في المباراه، لكن غير كده الراجل ادى اداء تحكيمي مميز. يعني ما اختلفناش معاه في قرار فني، ما اختلفناش معاه في قرار اداري، ما اختلفناش معاه حاجه في الملعب، انا بقول لك بس اتاحتين فرصه في نص الملعب، مش هنقول انهم مؤثرين خالص، لكن في الاخر بنتكلم على ركلتين جزاء محتسبين او 3 ركلات محتسبين بصوره صحيحه، موجود فيها خطا، موجود فيها الخطا ما يقدرش الفار يتدخل، لان مفيش فيه خطا واضح باحتساب ركله الجزاء، وبالتالي مفيش تدخل تمام من الفار، الراجل لعب ما يزيد عن 120 دقيقه بدون تدخل من الفار، نجاح كبير للطاقم التحكيم في النهائي، شال اثار اللي احنا شفناها في ثالث ورابع، شال اثار اللي احنا شفناها في ماتشات دور الثمانية دور ال16، كان في اخطاء موجوده في ماتشات بصوره كبيره، وبالتالي في النهائي كانت النهايه صوره مميزه في كل شيء، سواء تنظيميا تحكيميا، ماتش مثير، يعني في كل الحاجات في المباراه شكلها حلو. هايل. طيب كابتن جهاد، من الحاجات اللي كانت ملفته قوي في التحكيم في المونديال موضوع الوقت الضايع، وفكرة انه تطبيق الوقت الضايع بحذافيره يعني في هذه البطولة، في دول أوروبية كثيرة تحدثت انها تطبق هذا الأمر في دورياتها، حتى السعودية قالت كمان انها تطبق هذا الأمر في الدوري بتاعها، هل ينفع نعمل ده في مصر؟ هل هناك ما يعوق ان ده يحصل في مصر؟ هو مش يعوق يا كريم، احنا بنتكلم بس على العقلية اللي ممكن الناس تشوف بيها الوقت بدل الضايع. احنا انا على فكرة الحق يطبق ويطبق على الجميع ما دام في عندك وقت تضيفه مفيش مشكلة، لكن انا بتكلم على العقليه اللي في الدوري المصري والناس في مصر، وزود دقيقتين وثلاث دقائق واربع دقائق وجاب فيهم جون مؤثر ولا حاجه، انا بتكلم انا مش عاوز ازود ضغوط على حكامي، لكن في نفس الوقت بتكلم العداله مطلوبه، العداله كل واحد ياخد حقه،
زاد 10 دقائق، زاد 5 دقائق، زاد 4 دقائق، احسبهم بس بدون مبالغه وبدون ما نزود يعني بحاجه زياده على الزياده برضو تبقى حاجه معقوله. لكن في 7 دقائق ادي 7 دقائق، في 10 دقائق ادي 10 دقائق، في الاخر العداله مطلوبه طول الوقت ان كل واحد ياخد حقه. والله انت قلت، والله قلت كلام لطيف جدا يا كابتن جهاد، موضوع العقليه، وان احنا فعلا لو انت حكم حسب 12 13 دقيقه هيقول لك الحق ده حط 12 او 13 دقيقه عشان الفرقه الثانيه تجيب جول. طيب ايه هي المعايير اللي اشتغلوا بيها في المونديال خلاهم يطبقوا التقنيه ديت من غير ما المنتخبات تعترض؟ العقليات هناك برضو، مع العقليات برضو هناك كانوا بيعترضوا على التحكيم عادي، اللي خلاهم ما يعترضوش على هذا الامر؟ ما اكيد في معايير، المعايير ديت ما خلتش حد يتضايق. طيب انا هكلمك في واقع حصل في المونديال وحاجه مسجلها عندي. احنا في الادوار التمهيديه كان العشرة والثمانية والتلاتاشر والاربعتاشر بتطبق. جينا في الماتشات المؤثره والاساسيه دور الستاشر دور الثمانية قبل النهائي ما كانش عندنا الا مره واحده بس عملنا فيها 8 دقائق، غير كده كانت 4 و3 و2 و1 اللي هو الطبيعي اللي بنشتغل عليه. وبالتالي لما جينا للماتشات المهمه المؤثره اللي ممكن في زياده الوقت فيها تعمل لنا مشكله رجعنا للاصل تاني. ده حصل على الواقع، على ارض الواقع. لو جبت الارقام، انا مسجل الارقام عندي في اشواط 1 واشواط 4 واشواط 3 واشواط 5، الموضوع ما زادش الزياده اللي احنا شفناها في الدور الاول. وبالتالي بكلمك ان احنا يمكن مارسينانكي اللي زود في النهائي 8 و7 ده اللي كانت يعني مختلفه في الادوار الاقصائيه او الادوار المهمه في الاخر. لكن هو طول الوقت يعني الناس بيعملوها برضو في الادوار التهديديه مش مؤثره قوي زي الادوار النهائيه او الماتشات المؤثره في دور 16 لنهايه البطوله. فهي القصه عايزه تدار بعقلانيه زي ما قلت لك، بالذات في مصر. احنا عايزين في مصر ما نوصلش لمرحلة ان احنا نزود ضغط على حكامنا. ادي كل فريق حقه وادي الوقت لكل فريق، ما فيش مشكلة خالص، لكن في نفس الوقت ما نزودش الزيادة اللي ممكن تضر بال 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 بالمنظومة بالكامل، او نتكلم كلام كتير، لان انت في حاجات من كريم ممكن نوصلها نقعد نتكلم فيها ونحكي فيها كتير. طب لو زادت الدقيقة دي ليه؟ طب الدقيقتين دول زادوا ليه؟ طب الوقت جه بعد الوقت اللي هو حسب وقت بدل ضايع، وهنخش في قصص احنا في غنى عنها. لكن انا بقول لك برضه المبدأ العام كل واحد ياخد حقه، ما فيش مشكله خالص، بس بدون مبالغه في الوقت وقدر الضايع. كابتن جهاد، اخر حاجه، هل عرض عليك انك تتواجد مؤخرا في لجنه الحكام المصريه بقياده كلاتنبرج؟ لا خالص، ما حدش عرض عليك؟ لا خالص. هل انت شايف ان اللجنه محتاجه تنضم لها عناصر جديده؟ والله بص، انا كريم اللي متاكد منه ان الاضافه الكبيره اللي كنا منتظرينها في احنا بنتكلم في 7-8 اسابيع مش حاسين بيها. يعني بنتكلم ان احنا طول الوقت مساندين على فكره التجربه، احنا مساندين ليها وعايزينها تنجح. عشان برضه زي ما قلت مش عشان خاطر مارك نفسه، عشان خاطر التحكيم المصري. لكن احنا مش حاسين بفرق شاسع او حاجه ملموسه اللي في التحكيم المصري الفتره اللي احنا فيها دي. الاخطاء موجوده وبنقول عليها زي ما بنقول الايجابيات، بنقول الاخطاء موجوده وموجوده كتيره. طب انت كنت مستني ايه كابتن جهاد؟ كنت مستني ايه تبقى اضافات ملموسه؟ يعني عايز انت كمشاهد عادي موجود بتتفرج على التحكيم المصري، في حاجه فرقت من الموسم اللي فات للموسم ده. مش موجود الحاجه اللي ممكن نقول ده جالنا خبير وكلفنا قد كده فبالتالي الدنيا اختلفت. لا ده مش موجود على ارض الواقع. لكن بنتكلم ان احنا نتمنى يحصل ده، نتمنى نحس بالقصه دي، ونتمنى نحس ان في تغيير في الـ في الـ في الـ في التحكيم المصري حتى بعد كاس العالم، واللي شفناه في كاس العالم فدلوقتي بترجع للتحكيم المصري هتبقى في مقارنه. يعني بس يا كابتن جهاد، بتحصل مع الجمهور يا كابتن جهاد بعد اذنك. بعد اذنك، هو مش رئيس لجنه الحكام لما يبقى اجنبي كمان مش بيبقى عامل زي المدرب كده اللي محتاج شويه وقت عشان يصلح ويعدل؟ يا يعني راجل برضو 8 اسابيع، هل ده رقم كافي ان احنا نقول انه مش حاسين بفرق ولا مستنيين شويه وقت كمان؟ هو خد الموسم اللي فات 4-5 اسابيع، كان معاك الموسم اللي فات بيتفرج. فاحنا كان معاك نهايه الموسم ومعاك فتره اعداد قبل الموسم، وبالتالي 8 اسابيع. احنا كله متوقع او منتظر من الخبير الاجنبي. حتى لو كده يعني حاجه تبقى ملموسه. لغايه اللي كان اللحظه اللي كانت فيها دي مفيش حاجه ملموسه تقول ان احنا فرقنا مسافه. يعني مش عايز يا كريم نوصل ل100% ولا 90%، انا عايز اوصل ان تبقى الحاجه اتغيرت تغيير ملموس. صحيح، ده مش موجود. لكن اتمنى له طبعا الفتره اللي جايه في تغيير ملموس، والراجل رجع بقى والمفروض يستقر بقى مع الحكام، لان كان الفتره اللي فاتت
موجود بخارج مصر، فاتمنى الفتره اللي جايه مع تركيزه والناس اللي موجوده معاه اتمنى لهم طبعا كل التوفيق لصالح التحكيم المصري ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.